وول سكيورتي بوليسي، هنتكلم عن البوليسي بتاعت الايه الفايروول. احنا اتفقنا مع بعض الديفايس اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو اليو سي جي، قلنا هنشتغل على اليو سي جي اللي هو اليونيفايد سكيورتي جيت واي، ده اللي احنا بنسميه النكست جنريشن فايروول. نكست جنريشن ايه فايروول الديفايس ده طبعا، او عشان نامن اي داتا ترانسميشن لازم الديفايس ده احنا اتفقنا اللي هو بيتحط على البوردر بالنسبه للايه للنتورك بتاعتنا، او بيتحط في الاجريس اريا او المنطقه اللي هي ايه بتبقى خارج الايه او على الحدود بتاعت الايه الانتربرايز نتورك بتاعنا. دلوقتي انت لو حطيت الفاير وول بتاعك ده على البوردرز بتاعت النتورك، المفروض انت بتعمل شويه سياسات على الايه على الفاير وول ده، لان احنا اتفقنا مع بعض اللي احنا بنقسم النتورك بتاعتي لمجموعه من الايه اللوجيكال زون. يعني ايه لوجيكال زون؟ يعني لما اتكلمنا امبارح برضه واخدنا نبذه عن الايه عن الموضوع ده، قلنا اللي احنا بنقسم النتورك بتاعتي لمنطقه بتبقى مثلا مناطق تراست، ومناطق فيها او زونز تانية بتكون ان تراست، وفي عندي منطقه برضو كنا بنسميها الايه دي ام دي، وفي عندي اصلا ترافيك اوريجينيتد فروم الفاير وول نفسه، ده كان بيبقى موجود في اللوكال ايه في اللوكال زون. دي طبعا باي ديفولت كده اللي هي السكيورتي زونز على الفاير وول بتاعنا او على الايه اليو سي جي. احنا النهارده حابين اللي احنا بقى ايه نخلي الناس تكلم بعضها، يعني كل زون هي ايزوليتد عن الايه عن الزون الثانيه، يعني تراستد دي ايزوليتد عن الايه عن الدي ام دي، ايزوليتد عن الايه ان تراستد، وهكذا. يعني باي ديفولت الفاير وول ده ما يقدرش اللي هو يفورورد اي ترافيك منين من زون للثانيه الا لما انت تقول له اعمل لي فورورد للايه للترافيك ده، انت اللي تسمح بالايه باللي انت تريليز الترافيك فروم زون تو انذر. دي الحاجه اللي انت المفروض ايه بتعملها ككونفجريشن، الحاجه دي احنا بنسميها سكيورتي بوليسي. باي ديفولت كل حاجه دينايد، يعني محدش يقدر يكلم اي حد. يعني لو انت جبت الفاير وول بتاعك اول حاجه ووصلت الاجهزه والدنيا تمام، وبدات اللي انت ايه تفورورد ترافيك من تراست الان تراست على سبيل المثال كده، الدنيا مش ايه مش هتشتغل معاك. لازم اللي انت تكون كاتب بوليسز على الفاير وول بتسمح له اللي هو يعمل ايه الكلام ده كله. طب تعالوا كده مع بعض نشوف البرزنتيشن دي بتتكلم عن ايه بالظبط. قال لك هنا الكوميونيكيشن بتاعنا اللي بيبقى جاي منين من الهيومن. طبعا الايه انت لازم الكوميونيكيشن ده يعني بيبقى انت ما تثقش فيه بنسبه كبيره، يعني مثلا لو انت جاي لك ترافيك من بره انت مش هتثق في الايه في الترافيك اللي جاي منين من بره ده خالص. ليه؟ لان ممكن يكون عباره عن فيروس او عباره عن ايه ان اتاك. فطبعا هنا الفكره كلها علشان تحمي النتورك بتاعتك بيصبح فيه زي تشالنجز كده موجوده علشان تقدر ان انت تحمي الايه النتورك بتاعتك. فهنا في الايه في البرزنتيشن دي ان شاء الله بنتكلم مع بعض عن الايه الفاير وول سكيورتي بوليسز اللي هتحاول اللي هي تقلل او تعمل ميتيجيشن منين من حته الايه المخاطر اللي ممكن تجي لك من الايه من افضل ايه نتورك او من شبكه ثانيه عندك في الايه في الانتربرايز. تعالوا كده مع بعض. بيقول لك طبعا هنا بعد ما تخلص الايه الشابتر ده انت تقدر تفهم يعني ايه سكيورتي زون، هتفهم يعني ايه ستيتفول انسبكشن اوبسيشن ميكانيزم بتاع الفاير وول، هتفهم او هتشوف بعض الابلكيشن سيناريوز على الايه الفاير وول عندنا في الايه في النتورك بتاعنا. اول حاجه هنتكلم عن سكيورتي زون. بيجي هنا يكلمك عن السكيورتي زون وبيقول لك ان النتورك بتاعتك بتتقسم لمجموعه من الايه من الزون عندك الايه النتورك اللي موجود عشان تقدر تعمل كنترول على النتورك اللي عندك دي. يعني الداتا بتاعتك بتنتقل من مكان لمكان، يعني ممكن تمشي من الانترانت، المنطقه دي بتاعتنا احنا بنسميها الانترانت ده اللي هو الايه الشبكه بتاعتنا، ممكن تروح للاكسترا ايه الاكسترانت. فانت المفروض هنا هتعدي على الايه على الجيت واي، وهيبقى عندك داتا بالنسبه للفاير وول في داتا انكومنج وفي داتا ايه اوت جوينج منين من الفاير وول بتاعك. فزي ما انتم شايفين في الرسمه دي الايه
الدنيا كلها في جروبنج او في لوجيكال جروبنج موجود، يعني الدنيا متقسمه لمجموعه من الايه؟ من الجروب، زي ما انت شايف في فاينانس ايه ديبارتمنت، ماركتنج ايه ديبارتمنت، في سيرفر زون وهكذا. كل الحاجات دي بالنسبه لي هي عباره عن ايه؟ جروبس موجوده في الايه؟ في النت. فاحنا طبعا محتاجين ان احنا ايه؟ نخلي كل الناس دي كلها في ايه؟ تكلم الايه؟ الانترنت. فطبعا في الايه؟ في القصه دي كلها الفاير وول ما بيسمحش بالايه؟ بالكلام ده. فاحنا محتاجين الايه؟ التكنولوجي اللي تخلينا نقدر نعمل الايه؟ الكلام ده. السلايد هنا بيقول لك اللي هيخليك تعمل الكلام ده كله، اللي انت هتبتدي تقسم الايه؟ النتورك بتاعتك لمجموعه من الزون. يعني ايه مجموعه من الايه؟ من الزون. بيقول لك في عندك السكيورتي زون ممكن ايه يبقى موجود فيها واحد او ايه؟ او اكتر من الانترفيس. ازاي؟ يعني زي ما انت شايف هنا في الايه؟ في الزون اللي هي التراست، ممكن يكون عندك اكتر من انترفيس موجود فين؟ في التراست زون. يعني مثلا لو انا عندي انترفيس جيجا مثلا 0 على 0 على 1 تمام، و0 على 0 على 2، ممكن اخليهم في الايه؟ في التراست زون عادي، مفيش ايه؟ مفيش اي مشكله. ايه او ممكن عندك انترفيس واحد على التراست زون بتوصله بسويتش مثلا وايه؟ وتبتدي ان انت توصل الايه؟ اليوزرز بتوعك. فهنا برضو ده بيكون الناس كلها اللي واصله على السويتش ده بتكون في الايه؟ في التراست زون بتاعنا. الفرق الوحيد ما بين الفاير وول والراوتر بتاعنا اللي الفاير وول بيستخدم السكيورتي زونز. يعني الفاير وول بتاعنا بيستخدم الايه؟ السكيورتي زونز تو ديفايد نتوركس اللي موجوده عندنا، ويعمل مارك للايه؟ للروتس اوف ايه؟ اوف باكت. تمام، بيشوف وبيعلم الايه؟ الباكتس اللي طالعه، يعني بيعرف الباكت دي اوريجينيتد فروم الزون اللي اسمها مثلا تراست وراحه لمين؟ للزون اللي هي الايه؟ الترا. السكيورتي تشيك بتاعنا ده تمام ار تريجرد اونلي وين الباكت ترافل بتوين سكيورتي زون. يعني ايه؟ يعني امتى السكيورتي بوليسي دي بيتعمل لها تريجر؟ في حاله لو انت هتنتقل من زون لايه؟ لزون تاني. طب لو انت اصلا بتكلم حد في نفس الزون ذا سيم سكيورتي زون، السكيورتي بوليسي بتاعتك ما بيتعملهاش ايه؟ تريجر. فانت كده كده بتقدر تكلم الناس اللي معاك في نفس الايه؟ في نفس الزون بدون ادنى ايه؟ بدون ادنى مشكله. يبقى احنا هنا عرفنا السكيورتي زون بتاعتنا ممكن يكون فيها اكتر من انترفيس، او على الاقل يبقى فيها انترفيس واحد عندك في الايه؟ في النتورك. طبعا تستشف برضه من الكلام اللي انا قلته اللي ما ينفعش السكيورتي او ما ينفعش الانترفيس الواحد يكون موجود في اكتر من سكيورتي زون. ده الطبيعي، يعني ما ينفعش اعمل انترفيس جيجا زيرو مثلا على زيرو على واحد تبع التراست وارجع اعمل نفس الانترفيس ده تبع الايه؟ الدي ام زي. طبعا الكلام ده غير ايه؟ غير منطقي وغير ايه؟ غير صحيح. ده بالنسبه لايه؟ للجزء او البيز كونسبت بتاعت الايه؟ السكيورتي. بيكلمك هنا عن الديفولت سكيورتي زونز اللي احنا عندنا في الفاير وول او في النكست جنريشن فاير وول. عندنا مجموعه من الديفولت سكيورتي زون زي ايه؟ قال لك باي ديفولت هواوي بتدي لك ايه؟ زونز كلها ايه؟ كونفيجرابل. يعني ايه؟ يعني تقدر تعمل لها كونفيجريشن وتقدر ايه؟ تحط الانترفيسز في الايه؟ في الزونز دي زي ايه؟ قال لك زي التراست والدي ام زي والايه؟ والالترا. طب ليه ما قالكش على اللوكال؟ لانك اللوكال بالنسبه لي هي دي زون انت ما تقدرش تعمل فيها حاجه، هي عباره عن الترافيك الاوريجينيتد منين؟ من الفاير وول نفسه. فالحاجه اللي انت تقدر تعملها كونفيجريشن اللي هي كونفيجرابل ايه؟ سكيورتي زونز بالنسبه لك هي مين؟ قال لك هي بالنسبه للتراست والدي ام زي والايه؟ والانترا. ده بالنسبه لايه؟ الواوي ايه؟ فاير وول ده والنكست جنريشن فاير وول بتاعنا. بيقول لك بالنسبه للتراست زون هي بالنسبه لي النتورك هنا انت ايه؟ هايلي ايه؟ تراستد. تمام، يعني انت بتثق فيها بنسبه كبيره. وطبعا ليها سكيورتي ليفل اللي احنا ايه؟ اتكلمنا عليه 85%، ده الليفل بتاع مين؟ التراست ايه؟ التراست زون. بيقول لك كده انت ايه؟ تقدر تستخدم الايه؟ التراست زون دي اللي انت تبتدي تحط اليوزرز اللي هم الانترنال يوزرز بتوعك في الايه؟ في التراست زون. يعني الناس اللي موجودين في الانترنت عندك تقدر تحطهم في الايه؟ في التراست زون عادي بدون ايه؟ بدون ادنى مشكله. ليه؟ لان طبعا دول
اللي هم الموظفين اللي موجودين داخل الشركه او الكيان الخاص بالايه؟ بالانتربرايز بتاعك. طيب الدي ام دي، قال لك الدي ام دي هي بالنسبه لك دي ميلترايز زون، دي دايما بتكون متوسطه الايه؟ الثقه، يعني بيكون السكيورتي ليفل بتاعها 50. يعني ايه؟ يعني انت منها يعني زي ما بنقول ايه؟ انت بتثق فيها، وفي نفس الوقت برضه ما ايه؟ ما بتديهاش الايه؟ الثقه الايه؟ الكامله. طبعا الدي ام سي دي دايما بتكون للانترنال سيرفر اللي موجود عندك. لو عندك مثلا سيرفر، السيرفر ده بايه بتعمل له اساين للايه موجود في الايه في الدي ام سي زون عندك على الايه على الفايروال. طيب بالنسبه للانتراست، قال لك الانتراست ده السكيورتي ليفل بتاعها هي عباره عن 5%، وهنا بالنسبه لك ده النتورك الايه الحاجات اللي هي النوت تراستد او الايه او الانتراستد، بيكون طبعا زي الايه الانترنت، ده كله بالنسبه لك ايه انتراستد، ما تثقش في اي ترافيك جاي منين من الانترنت. فهنا طبعا بيستخدم في الايه في الانترنت زي ما احنا ايه زي ما احنا يعني لو انت عندك انترفيس طالع على نتورك مختلفه او على الانترنت، يبقى انت بالنسبه لك الايه الانترفيس ده ايه انتراست. ده بالنسبه للديفولت ايه سكيورتي زون، عشان دي بيجي عليها اسئله برضه كتير في الايه في الامتحان. بيكلمك هنا عن اللوكال سيكيورتي زون اللي هو الترافيك الاوريجينيتد فروم مين؟ فروم الفاير وول نفسه. هنا بيقول لك اللوكال زون دي بتريبريزنت الايه؟ الفاير وول اتسيلف. تمام؟ بتريبريزنت الايه؟ الفاير وول اتسيلف. والباكت دايما اللي بتتبعت من الفاير وول احنا بتتبعت ايه؟ للايه؟ من اللوكال زون. يعني لو الفاير وول هيبعت ترافيك، يبقى الترافيك ده بيتبعت منين؟ من الايه؟ اللوكال زون. تمام؟ والباكتس اللي ايه اللي انت محتاج ان انت ترد عليها وتعمل لها بروسيسنج من الفاير وول دي بنعتبرها ايه؟ اللي انت كده بتستقبلها على الايه؟ على اللوكال زون بتاعتك. يعني لو انت هتعمل بروسيسنج يبقى انت كده بتستقبل الترافيك بتاعك على الايه؟ على اللوكال زون. طبعا هنا بيقول لك برضه حاجه من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بيقول لك ما ينفعش اي انترفيس اللي احنا نقدر نضيفه في الايه؟ في اللوكال زون، بس كل الخدمات سيرفيس ايه انترفيسز على الفاير وول موجوده فين؟ موجوده في اللوكال زون. يعني لو انت بتعمل مثلا تشيك على سكيورتي بوليسي حاجه معينه الفاير وول بيشتغل، يبقى كده انت شغال في الايه؟ في اللوكال زون بالنسبه لك. وده طبعا لان اللوكال زون ليها مجموعه من الايه؟ من السبيشال كاركترستكس، يبقى في بعض السيناريوهات الديفايس بيحتاج اللي هو ايه؟ يسند وايه؟ ويريسيف الايه؟ الباكت. فانت في الحاله دي اللي انت محتاج تنيبل السكيورتي بوليسي في الحاله اللي زي دي. يعني انت محتاج في بعض الحالات زي الفي بي ان، لما احنا نيجي نشتغل مع بعض مثلا هنعمل في بي اي دي سيك مثلا في بي ان، ففي بعض الحالات انا محتاج اريليز الترافيك منين؟ من اللوكال لمين؟ للانتراس. ليه؟ لان باي ديفولت هي ايه؟ هتبقى مقفوله. يعني في الحاله دي، في الحاله اللي هي الخاصه بالايه؟ زي ما بنقول دي سبيشال كيس موجود. يعني في بعض السيناريوهات الديفايس لما بيجي يبعت او يستقبل باكت محتاج اللي انت تعمله بس انيبل للسكيورتي بوليسي ما بين اللوكال زون واي سكيورتي زون ثاني في بعض الايه في بعض الحالات. طب بيقول لك زي ايه بعض الحالات دي؟ قال لك زي التلنت لوجن مثلا، زي الويب بيج لوجن، وزي الاس ان ام بي والايه والان ام اس اكسس، كل الحاجات دي، وبرضه الفي بي ان. احنا واحنا بنكاري الفي بي ان مع بعض برضه في بعض الحالات اللي احنا هنحتاج نريليس ترافيك من اللوكال للايه الانتراست، ومن الانتراست للوكال، وهكذا. لان طبعا زي ما انت عارف لو احنا سيبنا مثلا الدنيا مفتوحه اللي هو دايما الايه الفاير وول نفسه ويقدر يكلم اي زون في بعض الحالات، يبقى انت في الحاله دي برضه بتعتبر بالنسبه لك فولنربيلتي او ايه او ثغره. ففي بعض الكيسز اللي انت محتاج اللي انت تريليت الترافيك منين؟ من الفاير وول نفسه لايه؟ لزون تاني. بعض الايه السيناريوز، قال لك السيناريوز ده سؤال بيجي في الامتحان، هيقول لك مثلا زي ايه؟ هتقول له زي التلنت لوجن، وزي الويب بيج لوجن، وزي الاس ان ام بي والان ام اس ايه اكسس. دي بعض الحالات اللي انت محتاج بس تريليف الترافيك من اللوكال زون والايه والسكيورتي زون اللي انت حابب اللي انت تعملها ايه ريليف الترافيك حسب السيناريو اللي انت ايه اللي انت شغال فيه. هنا طبعا بيبتدي يديلك البرايورتيز بتاعه الايه الزونز اللي موجوده اللي هي السكيورتي ليفلز بتاعتنا، هي يا اما اسمها سكيورتي ليفل يا اما اسمها ايه برايورتي. فهنا بيقول لك ديفرنت ايه نتوركس، كل نتورك موجوده عندها تراست ليفل ايه مختلف عن الثانيه.
فبيقول لك هنا انت ازاي تقدر تحدد التراست ليفل بتاع السكيورتي زون على الفايروول. فبيقول لك هنا في الهواوي فايروول كل السكيورتي زون بيبقى لها يونيك برايورتي، يعني كل السكيورتي زون هتتكريت على الفايروول بتاعنا بيبقى لها يونيك برايورتي، هي عباره عن ايه؟ رقم الرينج بتاعه من 1 لكام؟ ل 100. يبقى اقصى حاجه موجوده عندك في السكيورتي ليفل هو كام؟ هو 100 اللي هو اللوكال زون، واقل حاجه بالنسبه لك هي كام؟ 1، عشان ده سؤال بيجي فين؟ في الامتحان. بيقول لك هنا الجريتر نمبر، يعني كل ما زودت في الايه؟ في السكيورتي ليفل، ده بيشير للايه؟ الزون دي تراستد بنسبه ايه؟ بنسبه اكبر. يعني كل ما تزود في الايه؟ في الرقم، كل ما بالنسبه لك الايه؟ الزون دي انت بتعمل فيها تراستد بايه؟ بنسبه ايه؟ اعلى. بيقول لك هنا التراست ليفل بتاع كل سكيورتي ايه؟ زون بيتقسم كالاتي، زي ما انت شايف هنا الترتيب بتاعهم. قال لك اول حاجه بالنسبه لك اللوكال، ده طبعا الايه؟ الثقه بتاعتك ايه في اللوكال. تمام، بعد كده بتخش على التراست، بعد كده على الدي ام زي، بعد كده على الايه؟ على الانترا. وجاب لك الجدول اللي انت شايفه ده بالايه؟ بالبرايورتيز بتاعت كل زون. اللوكال زون البرايورتي بتاعتها 100، ده عباره عن الزون بتاعت الديفايس نفسه انكلودنج ايه؟ اتس انترفيسز، تحتوي برضه عليها على الانترفيسز، اي شغل على الانترفيس فده كله في الايه؟ في اللوكال زون. طيب التراست زون قال لك 85%، وده عباره عن الانترنت ديفايس ايه؟ يوزرز ار لوكيتد، تمام؟ يعني الناس بتوع الايه؟ الانترنت هم اللي ايه؟ هم موجودين في الايه؟ في التراست زون. طب الدي ام زي قال لك السكيورتي او البرايورتي بتاعتها 50، وبتبقى عباره عن الايه؟ عن السيرفر اللي موجوده عندك، يعني اي سيرفر موجود في الايه؟ في الدي ام زي زون. الانتراست بالنسبه لك البرايورتي بتاعتها 5، والزون دي هي ان سكيور ايه؟ نتورك ساتش از، زي ايه؟ قال لك زي الايه؟ الانترنت. يعني الانترفيس المقابل للانترنت ده بالنسبه لي هو عباره عن محطوط في الايه؟ في الانتراست ايه؟ فهنا بيقول لك الباكتس بتوين ديفرنت سكيورتي زونز ار كنترولد باي ذا فاير وول، يعني الفاير وول هو اللي بيكنترول الباكتس اللي بتتنقل منين؟ من سكيورتي زون لسكيورتي زون ثانيه. فبيقول لك ازاي تعمل انشور للايه؟ للانتر زون كوميونيكيشن، هتتعامل مع الكلام ده ازاي؟ قال لك بقى ايه اللي طلع علشان يقدر يتعامل مع الانتر ايه؟ الانتر سكيورتي زون، او لو انت بتنتقل من سكيورتي زون لسكيورتي زون ثانيه، انت محتاج اللي انت ايه اللي مانج الكلام ده بالظبط؟ قال لك في الحاله دي هنبتدي بقى نبص على الايه؟ السكيورتي بوليسي. هيكلمك هنا على الايه؟ السكيورتي بوليسي. بيقول لك هنا الانتر زون كوميونيكيشن، ده لو انت هتبتدي تبعت ترافيك فروم زون تو انذر، يبقى انت في الحاله دي بتبتدي تبص على السكيورتي بوليسي. فبيقول لك هنا للبيزك فانكشن اوف فاير وول، الوظيفه الرئيسيه للفاير وول بتاعنا اللي هو بيكونترول اكسس اوف داتا بتاعتنا، اللي هو بيحاول اللي هو يعمل كنترول على الايه؟ الداتا اللي داخله واللي خارجه منين؟ من النتورك. يعني لو في انباوند او اوت باوند ايه؟ ترافيك، هو عاوز اللي هو يعمل عليهم ايه؟ كنترول. وطبعا ده بيحميك من الايه؟ من الاتاك، من الاتاكس اللي جايه لك منين؟ من انترست ايه؟ نتورك. كان مثلا لو في حد عمل انيشيتد لكونكشن من الانتراست زون على التراست زون بتاعتك، في الحاله دي الراجل ده بيعمل له ايه؟ بيعمل له ديناي او بيعمل له ايه؟ دروب. وفي نفس الوقت بيسمح للليجنيتات او الناس اللي هم زي ما بنقول ايه؟ المخول اليهم في الايه؟ في الكوميونيكيشن، ان هم ايه؟ يكلموا بعض، ما عندهمش اي ايه؟ اي مشكله، من خلال الايه؟ السكيورتي بوليسز اللي انت هتبتدي تعملها كونفجريشن على الايه؟ الفايل. يعني لو انت بتسمح للناس اللي في التراست تتكلم الدي ام زي، هو ايه؟ هو هيعمل لك الكلام ده من خلال السكيورتي بوليسي اللي موجود عندك. فهنا بيقول لي السكيورتي بوليسي بتاعتي بتتكون من ايه؟ اللي هي بتبقى عباره عن مجموعه من الايه؟ من الكونديشن. الكونديشن دول اللي هم الفايف تابلز بتوعنا، حد يعرف يقول لنا الفايف تابلز دول هم ايه؟ يعني الفايف تابلز دول احنا اتكلمنا عليهم امبارح، حد يعرف يقول لنا هم ايه؟ حد من الناس اللي ايه؟ متذكره الكلام، يقول لنا الفايف تابلز دول بتوع ايه بالظبط؟ اللي هو السورس بورت والديستيشن بورت
والاي بي سورس اي والاي بي، ديستنيشن اي بي، بروتوكول، دول هم تمام. السوكت بتاعنا. يعني هنا في السكيورتي بوليسي بتقدر انت تماتش في الكونديشنز بتاعتك الخمس حاجات دول. وايه تاني كمان؟ قال لك بالاضافه اللي انت على الفاير وول بتاعنا بتاع هواوي بتقدر تماتش اليوزرز برضه، وبتقدر تماتش التايم ايه؟ التايم رينجز. وبعد كده اما تماتش بتبتدي تاخد الايه؟ الاكشن اللي انت عاوزه. فانت ده سؤال في الامتحان. شايف الحاجات اللي انا معلم عليها دي اسئله فين؟ في الامتحان. بيقول لك السكيورتي بوليسي بتاعتك المكونات بتاعتها ايه؟ هتقدر تكتب جواها ايه بالظبط؟ قال لك هتقدر تكتب جواها سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، سورس بورد، ديستنيشن بورد، هتكتب جواها البروتوكول، هتقدر تتعامل مع اليوزرز، هتتعامل مع التايم رينجز، هتاخد الاكشن المناسب بعد ما تماتش الايه؟ الكونديشن. بقول لك اكتر ريسيفنج الايه؟ الترافيك. الفاير وول بيبتدي يبص على الاتريبيوتس اللي احنا اتكلمنا عليه، الاتريبيوتس دي اللي هي ايه بقى؟ البايب توجلز والايه؟ واليوزرز والايه؟ والتايم رينجز. وبعد كده بيماتش الترافيك اتريبيوتس، لو هو عمل ماتش معاها بيبتدي ياخد الاكشن الايه اللي انت كاتبه فين؟ في السكيورتي بوليس. يعني ده حته الايه؟ المعنى بتاع مين؟ السكيورتي. طبعا السكيورتي بوليس بتشتغل في الانتر ايه؟ الانتر زون، لما تكلم حد بايه؟ في زون ثانيه او في سكيورتي زون ثانيه، يبقى انت محتاج هنا اللي انت تبص على الايه؟ على السكيورتي بوليسي بتاعنا. يعني في الحاله دي انت محتاج تبص على الايه؟ على السكيورتي زي ما انت شايف هنا في الايه، في الفيجر اللي موجود بيقول لك انت ايه من التراست ايه للانتراست. زي ما انت شايف ده بيرميتد. يعني ايه بيرميتد؟ يعني انت قادر ان انت توصل من التراست للايه، للايه، للانتراست. اما بالنسبه لك هنا في دينايد، في سكيورتي بوليسي نعمل لها ايه؟ دينايد. يعني لو في يوزر بعينه حابب يطلع على الانترنت انت ممكن تعمل له دينايد من خلال سكيورتي بوليسي برضه. انت ايه؟ انت هتطبقها على الايه؟ على الفايروس. هنا بيتكلم برضه عن الايه؟ عن سكيورتي انتر زون، وبيتكلم على السكيورتي بوليسي والباكيت فلو دايركشن، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيقول لك هنا في الايه؟ في السكيورتي انتر زون الترافيك ترانسميشن تشانل، يعني زي ايه؟ زي طريق كده. يعني انت هنا في ترافيك دايما انباوند وايه؟ واوت باوند. يعني في ترافيك خارج وفي ترافيك ايه؟ وفي ترافيك داخل. فدايما الترافيك داخل ما بين الايه او الطريق بتاع السكيورتي بوليسي اللي انت مثلا رايح من زون لزون تانية. لو انت طبعا طلعت من التراست للانتراست، فانت في الحاله دي ايه اللي بيحصل معاك؟ الانتراست بيقدر يرد عليك. تمام؟ يعني ما ينفعش ان انت بتاخد ايه زي كارت كده، ايه كارت اللي انت كارت اللي انت قدرت تعدي. فما ينفعش طبعا والانتراست بيرد عليك يحصل لك ايه؟ يحصل لك دينار. ليه؟ لان انت اصلا طالع بكارت. يعني انت طالع بتقول انا اقدر اروح من التراست للايه؟ الانتراست. ففي الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ وانت راجع الانتراست بيرد عليك، بيقدر يرد عليك بشكل ايه؟ بشكل عادي، ما فيش مشكله، لان انت هتعرف بعد كده اللي هو اصلا بيفتح لك سيشن في عينها، والسيشن دي بتسمح لك اللي هو يقدر يرد ايه؟ يرد عليك. يبقى زي ما بنقول هنا، بيقول لك هنا اني تو سكيورتي زون فروم ان انتر زون and have to separate، اللي هو بيبتدي اللي هو يسيبريت الايه؟ الانتر زون فيو بتاع الايه؟ السكيورتي زونز اللي موجود. وفي نفس الوقت الترافيك بيبقى دايركشنال، تمام؟ وبينكلود الايه؟ الانباوند والايه؟ الاوت باوند، يعني الداخل والايه؟ والخارج. يعني انت رايح من التراست الانتراست، ففي الحاله دي برضه هيرجع يقدر ايه؟ يرد عليك بدون ايه؟ بدون اي ايه؟ مشكله خالص. تمام؟ يبقى احنا هنا في القصه دي انت لو عملت ريليز الترافيك من التراست للايه؟ يعني للانتراست، فانت في الحاله دي الانتراست برضه بيقدر ايه؟ يرد عليه. يعني زي بتاخد كده ايه؟ كارت اللي هو اللي اسمه الايه؟ الباس كارد بتاعك، تمام؟ على التشانل دي اللي انت تقدر اللي هو يرد عليك تاني من غير اي ايه؟ اي مشكله. ده بالنسبه لايه؟ للجزء السكيورتي بوليسي ماتشنج بروسيس، اللي انت ازاي بتعمل ماتشنج في الايه؟ السكيورتي بوليسي بتاعتك. قال لك الفاير وول باي ديفولت زي ما انت شايف اللي هو بيعمل ايه؟ ديناي اول ترافيك لحد ما انت تبتدي تقول له unless ايه otherwise specified. يعني لما انت تبتدي تقول له بقى ايه؟ اسمح بالايه؟ بالترافيك ده بعيد.
ده بيضمن لك طبعا اللي هو بيحمي النتورك بتاعتك من اي ايه مخاطر ممكن ايه تيجي عليك. فهنا بيقول لك علشان تسمح لترافيك بعينه يبقى انت المفروض هنا بالتالي السكيورتي بوليسي تمام، وممكن يبقى عندك اكتر من ايه من سكيورتي بوليسي عادي كونفيجرد لايه لاكتر من ايه من سيرفيس عندك. يعني ممكن تقول السيرفيس الفلانيه مثلا تعمل لها ايه بوليسي وترجع تعمل سكيورتي بوليسي لايه لسيرفيس ثانيه وهكذا على نفس الايه الكونديشنز. يعني انت مثلا قايل من التراست الان تراست في سيرفيس الاتش تي تي بي تمام، اعمل له مثلا بيرمت. طيب من التراست الان تراست في سيرفيس اف تي بي اعمل له دينار. يعني لو انت شايف نفس الكونديشن بس مع اختلاف الايه السيرفيس اللي موجوده، كل الكلام ده انت تقدر تعمله على الايه على الفاير وول بتاعنا. فلو انت شايف هنا ده ده البوليسي بتاعتنا، كل بوليسي والتانية هتقدر تعمل زي ما انت عاوز من ايه من البوليسي. زي ما انت شايف انا بقول لك في بوليسي 1 في كونديشنز بتقدر ان انت ايه تكتبها وتاخد الاكشن بتاعك، يا اما بيكون بيرمت او ايه او دينار. طبعا الكلام ده كله بيبان معانا فين في الشغل العملي. احنا دلوقتي انت بتتكلم مثلا في الاطر النظري عشان الامتحان، لان زي ما انتم عارفين الامتحان بيكون عباره عن ريتم اكزام، فاحنا برضو لازم نفصص الايه الكلام بتاعنا تمام. فلازم برضو الكلام ده ايه لابد ايه لابد منه. فهنا بيدي لك مثال، على سبيل المثال انت هتعمل كونفيجريشن الايه للسكيورتي بوليسي بتاعك. عشان تعمل كونفيجريشن للسكيورتي بوليسي ايه الريكويرمنت بتاعتك، زي ما انت شايف في النتورك بتاعتك في عندك ناس موجوده في التراست زون وناس موجوده في الايه في الان تراست زون. فهنا بيقول لك الايه الكومباني بتاعتك عاوزه تعمل ديبلوي للايه للسكيورتي جيت واي اللي هو الفاير وول عشان تضمن ان اليوزرز اللي موجودين في الشبكه اللي هي 172.16.1.0 بيقدروا ان هم يعملوا اكسس على الايه على الانترنت. فبيقول لك انت عامل لي السكيورتي بوليسي المناسبه للايه للكلام ده كله. ده الايه ده المثال بتاعنا. هتعمل ايه؟ قال لك الرود ماب بتاعتي قبل ما تعمل اي كونفيجريشن انت بتبتدي تبص هتعمل ايه بالظبط. يعني الكونفيجريشن اللي هيتم ازاي الترتيب، عشان ده سؤال بيجي في الامتحان، الترتيب اللي انت هتعمله عشان تكونفيجر السكيورتي بوليسي اللي موجود عندك هتعمل ايه. قال لك اول حاجه دي البدايه، انت معاك الايه الفاير وول بتاعك وقادر ان انت تخش اكسس على الفاير وول وتقدر تعمل ايه كونفيجريشن. بتبتدي تكريت السكيورتي زون تمام، بتبتدي تكريت الايه السكيورتي زون. طبعا لو السكيورتي زون دي ايه مش موجوده، يعني لو سكيورتي زون كاستم مش موجوده اللي هي مش من الديفولت، يعني انت الديفولت تراست ان تراست بي ام سي. فلو انت عاوز تعمل مثلا سكيورتي زون جديده مثلا تسميها يوزرز او ايه او ماركتنج مثلا ديبارتمنت، فانت في الحاله دي محتاج ان انت اول حاجه تكريت الايه سكيورتي زون. ثاني حاجه اللي انت محتاج تعمل كونفيجريشن للانترفيسز بحيث ان انت تاساين الايه الانترفيس في الزون. يعني ايه حته تاساين الانترفيس في الزون؟ يعني لو انت عندك الفاير وول وده انترفيس مقابل للتراست، انت محتاج تكونفيجر الانترفيس ده وتقول له الانترفيس ده تبع الايه الزون الفلانيه تمام. طبعا بالنسبه لكل الايه الانترفيس اللي موجوده. بعد كده هتبتدي تكونفيجر بقى الايه السكيورتي بوليسي اللي انت عاوزه. بعد كده هتبتدي تسيب الايه الكونفيجريشن بتاعتك. ده الايه ده الرود ماب. يعني بيقول لك اول حاجه الادمنستريتور محتاج اللي هو يشوف السكيورتي زونز هتتقسم ازاي وايه الانترفيس اللي هيتعمل لها هتبقى كونكتد، وبعد كده بيشوف السكيورتي زون هتتحط في انهي ايه انترفيس او الانترفيس هيتحط في انهي سكيورتي ايه زون. بعد كده الادمنستريتور بيبتدي يكلاسيفاي الايه الدنيا كلها عنده بالسورس اي بي ادرس او من خلال الايه اليوزر، بيبتدي يقسمهم بقى يشوف ايه الناس اللي انا محتاج ان هم هي ايه هيعملوا اكسس والايه من زون للتانيه وهكذا. بعد كده بيقول لك بيقلقوا الاكسس فروم ايه نتورك معينه بعينها، وبعد كده بيحط الايه الاكشن بتاعه بيرمت، ولو هو عاوز يعمل ديناي الاكسس لمجموعه من الادرسز بيبتدي يخلي السكيورتي بوليسي بتاعته بتكون ديناي. بعد كده بيشوف بقى الايه البارامترز اللي موجوده عنده من ضمن الايه الحاجات اللي هو بيبص عليها المجموعه من الايه من البارامترز اللي هيعمل فيها كونفيجريشن ويبتدي يرتب اولوياته بالنسبه للايه للبارامترز دي كلها. فهنا طبعا ده اطار نظري بيقول لك لو انت حابب تعمل كونفيجريشن للسكيورتي بوليسي ايه البروسيجرز اللي انت هتمشي عليها او ايه الاجراءات اللي انت هتتخذها عشان ايه عشان الدنيا
تظبط معاك في السيناريو اللي انت اللي انت هتشتغل عليه. ده الايه ده الكونفيجريشن بتاعنا هنعمله ان شاء الله مع بعض دلوقتي. بيقول لك هنا لو انت عاوز تكريت الايه السكيورتي بوليسي زي ما انتم شايفين على الواوي يو سي جي، فتخش في الايه في السيستم فيو وتبتدي تقول له انا عاوز اكريت سكيورتي بوليسي، بيبتدي يدخلك في المود بتاع السكيورتي بوليسي، بتبتدي تقول له اسم البوليسي بتاعتك رول نيم بوليسي 1. معناها ايه؟ معناها اللي انت بتقول له هنا اللي انا عندي بوليسي هعملها على الفايرول ده والبوليسي اسمها بوليسي 1، هتبتدي تحدد له مجموعه من الايه؟ من الكونديشنز الايه؟ اللي موجوده. تمام؟ ايه الكونديشنز اللي موجوده؟ هتبتدي تقول له زي ما انت شايف هنا الترافيك هيكون من السورس زون تراست رايح لمين؟ للانتراست ديستنيشن زون. من السورس ادرس جاي من الادرس اللي هو كام؟ 1.1.1.2. انت هنا حددت الادرس بعينها لانك عملت الماسك 2 وايه؟ 32، يعني قلت الاي بيهات دي بس كده هو اللي هتطلع على الايه؟ على الانترست اللي هو 1.1.1.2.1 كام؟ 3. وبعد كده لما تعمل ماتش مع الكونديشنز دي هتبتدي تعمل ايه؟ دينار. يبقى معنى البوليسي دي كلها اللي انت عملت ايه؟ لما يعمل ماتش مع الزور ترافيك جاي من التراست رايح للانترست والاي بي بتاعك كان 172 16 1 1 او 172 16 1 2 او 1 3، هيبتدي ايه اللي يحصل؟ هيعمل الاكشن بتاعه هيكون ايه؟ هيكون ضمان. ده معنى الايه؟ سكيورتي بوليسي اللي انت ايه؟ انت عملتها. طب لو انت عاوز تكلم سكيورتي بوليسي ثانيه بقى ايه؟ بتسمح لناس معينه هتعمل ايه؟ قال لك هتجد برضه نفس الكلام، اخش على السكيورتي بوليسي واقول له رول نيم بوليسي 2 واقول له السورس زون بتاعتك تراست، وانت في التراست رايح للان تراست بالادرس اللي هو 1.1.0. ومعنى 1.0 اللي هو يعدي. طب انت ليه عملت الديناي في الاول؟ لان احنا زي ما قلنا في الشغل بتاعنا انت الاول بتحجم الايه؟ الناس اللي مش عاوزه ايه؟ اللي مش هتطلع. يعني انت عندك في 3 اي بي انت عاوز تحجمهم، فمنطقي ان انت هتعمل الايه؟ الديناي الاول، حاجات اللي انت هتحجمها، وبعد كده عاوز تسمح للباقي. فتخش في البوليس اللي بعد كده وتقول له ايه؟ وتقول له انا عاوز من التراست وان تراست بسمح للرينج كله. ليه؟ عشان اللي ما يعملش ماتش مع البوليس الاولانيه، يعني مثلا لو في اي بي 1 4 1 4 ده مش هيعمل ماتش مع البوليس اللي بعدها. بتقول اللي انت لو تراست ان تراست في رينج الاي بي بيرمت، يعني معنى كده لو في اي بي رايح من التراست الان تراست الاي بي ده 172 16 1 4 مثلا او 1 5 لحد رينج الايه الاي بي كله، ده هيقدر اللي هو ايه يروح على الايه الان تراست ايه على الان تراست دون بدون ادنى ايه ادنى مشكله.